الحمد لله جليل النعم وباعث الهمم ذو الجود والكرم، جعل لأهل العلم من العلو منزلة كما لو كانوا للجبال قمم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصل اللهم على خير البرية كلها ومعلم البشرية جمعها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية عميد السنة التحضيرية يقام هذا اللقاء مع سعادته وسعادة وكلاء عمادة السنة التحضيرية ومع أبنائهم طلاب البرنامج الانتقالي والدبلوم، لنجد من خلاله أنس الاجتماع وراحة الود وإجابة على الاستفسارات وتوضيحا لسبل الارتقاء لأعلى درجات العلم بالعمل والجد. فما أروع أن يكون مثل هذا اللقاء بين الأبناء وآبائهم في صرح أعد لينهل منه علما ويبقى الود والتواصل فيه واقعا ملموسا وليس حلما. بالنيابة عن إخوان الطلاب، أرحب بسعادة عميد السنة التحضيرية الدكتور نامي الجهني، كما نرحب بسعادة وكيل العمادة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد المجيد الجريوي، وبسعادة وكيل العمادة للخدمات الطلابية الدكتور مخلد العنزي، وسعادة وكيل العمادة للتطوير والجودة الدكتور صلاح الصالح، وبجميع من شرفنا من السادة المسؤولين. أيها السادة الكرام، دعونا نبدأ فقرات لقائنا المثمر بإذن الله تعالى بآي من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا الطالب بندر القحطاني، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سمعتك يا قرآن تسري تهز النفس فسبحان من أسرى. نشكر الطالب بندر القحطاني على هذه التلاوة الرائعة والكلمة الترحيبية الآن مع من رتب لهذا اللقاء، سعادة المشرف على البرنامج الانتقالي والدبلوم الدكتور أيمن المبارك. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة عميد السنة التحضيرية دكتور نامي الجهني، سعادة وكيل الشؤون عمادة الشؤون الأكاديمية الدكتور عبد المجيد الجريوي، سعادة وكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور مخلد العنزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا الصباح
أن أرحب بكم في مقر البرنامج الانتقالي والدبلوم للسنة التحضيرية بجامعة الملك سعود. وأيضا من أولويات هذه السنة التحضيرية أن تخلق بيئة تشجيعية تشجع فيها على خلق أفكار إبداعية، بالإضافة إلى إعداد وتهيئة الطلاب وخصوصا طلاب السنة التحضيرية من خلال تنمية المهارات والقدرات على التعلم وجعل سلاحهم المعرفة لكي يصبحوا قادة للوطن. ونطمح أيضا إلى نشر وتعزيز المعرفة لمواكبة الدول الرائدة في جميع المجالات والعمل على مساهمة في الاكتشاف والاختراع. في الختام لا يسعني القول إلا بأن الطلاب السنة التحضيرية في الجامعة أتيحت لهم في هذه السنة وأيضا الطلاب في السنوات القادمة هذه الفرص الجوهرية والتي تتاح لهم للتعلم والابتكار ومتابعة اللي هو المسيرة التعليمية. ومن دواعي سروري أن أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بالحضور والأساتذة الكرام وأصحاب السعادة وبجميع الطلاب البرنامج الانتقالي والدبلوم، وأقدم المايك إلى سعادة الدكتور نامي الجهني لإلقاء كلمة، فليتفضل. نشكر سعادة الدكتور على هذه الكلمة المختصرة والمفيدة، ويطيب لنا أن نعيش كما تفضل الدكتور أيمن مع كلمة سعادة عميد السنة التحضيرية الدكتور نامي الجهني واستفسارات الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحب أتكلم عن الجائزة وأكون قريب منكم. اسمعوني اللي وراء هناك اللي قاعدين في الجوال. طيب. ما بقول لكم شيء. ما بعطيكم نصائح. بس بحكي لكم قصة. القصة هذه كان في واحد اسمه محمد. محمد قدر الله عز وجل على أبوه أن توفى عمره 6 سنين. من اللي ربى محمد؟ ربى محمد أمه. أمه سهرت عليه وربته، وكان محمد قد المسؤولية. محمد طالب مجتهد، ركز على دراسته، اجتاز الابتدائي والمتوسط والثانوي بتفوق. دخل الجامعة كذلك كان متفوق متميز في الجامعة. درس في كلية محترمة. كان يشارك في الأنشطة، كان يشارك في أعمال في الجامعة، كان يتعلم أشياء كثيرة، كان يجلس مع الدكاترة، كان يسأل، كان يستفسر، كان طالب متميز. تعلم أشياء كثير من الجامعة، وبعد ما تخرج من الجامعة طبيعي أنه هو بيقدم على عمل. تخرج من الجامعة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. بعد ما قدم كتب السيرة الذاتية أرسل إيميل للشركات اللي هي شركات مرموقة ومحترمة في البلد. من فضل الله عز وجل على محمد وسيرته الذاتية المتميزة، ما كمل يومين إلا جاله إيميل: يا محمد عندك مقابلة شخصية في شركة هو كان يتمنى أنه يشتغل فيها. راح ذاك اليوم مستعد للمقابلة الشخصية، جاء وقابل الناس اللي في الشركة هذه، كانوا 5 مهندسين جالسين معهم مدير الشركة. هذا يسأل سؤال هندسي، وهذا يسأل سؤال ذكاء، وهذا يسأله، وكان محمد ما شاء الله تبارك الله متميز في إجاباته كعادته في الجامعة. جاء الدور على رئيس الشركة، مدير الشركة رجال كبير وقور، جاء لمحمد وقال له: ما شاء الله تبارك الله يا محمد، أنت سيرتك الذاتية جدا متميزة، بس بسألك سؤال. قال له: تفضل. قال له: أبوك وين يعمل؟ نزل محمد راسه كذا وقال له: أبوي متوفي وأنا عمري 6 سنين. قال
بالله، من اللي يصرف عليك؟ من اللي رباك؟ قال والدتي. والدتي من يومنا الصغير هي اللي كانت قائمة علي، وهي اللي ربتني، وهي اللي أعطتني وأعطتني كل شيء. قال لي طيب إيش تشتغل والدتك؟ نزل محمد راسه بنفس الأسى والحزن. قال والدتي تشتغل تغسل ملابس أهل الحي وتكويها، تجمع من الجيران بعض الملابس وتأخذها تغسلها عندنا في البيت وتكويها وترجعها للناس اللي موجودين في الحي. راح مدير الشركة على طول قال له مد يدينك يا محمد. محمد مد يدينه، لمسها مدير الشركة لقي ان يدين محمد ايش؟ ايش رايكم؟ ناشفة ولا ناعمة؟ كانت يدين محمد ناعمة. فناظر فيه مدير الشركة وقال له ليش انت ما تساعد امك عملها؟ رد محمد قال امي تمنعني اني انا اشتغل معها، تقول لي يا ولدي ما لك الا المذاكره، اجتهد وذاكر واترك العمل لي. مدير الشركه كان رجل حكيم، قال لي يا محمد انا مستعد اعطيك الوظيفه بس بشرط واحد. قال له وش هذا الشرط؟ قال لي انك تروح الليله وتغسل يدين امك. ابتسم محمد قال له شكرا، طلع راح البيت. دخل البيت يما بشرك الحمد لله ان شاء الله اني انا حصلت وظيفه. قالت مبروك يا ولدي الله يوفقك وتدعي له. قال لها بس مدير الشركه اشترط علي شرط ولازم اسوي له الشرط هذا. قالت له ولدي سوي الشرط اللي بيه. قال لها تعالي وجلسها، راح جاب ادوات المويه، جاب سطل مويه، جاب جك، جاب الصابون وقال لها يما طلب مني مدير الشركه اني اغسل يدينك. بدأ يصب الموية على يدين أمه وأخذ الصابون وكان يصير يفرك يدين أمه وهو يغسل يدين أمه بالصابون. أمه كانت تسحب يدها. ليش تسحب يدها؟ لأن يدينها متقطعة من غسيل الملابس وكان الصابون يأثر فيها. محمد في هذه اللحظة ما تمالك نفسه، نزل الدمعة غصبا عنه، شعر بالمعاناة والمأساة اللي كانت فيها أمه على طول السنين هذه. محمد كمل غسيل يدين أمه وهو يبكي ويقول لها يما بعد اليوم ما حتسوين شيء، يما أنت تجلسين وأنا اللي أتعب وأنا اللي أشتغل. محمد ذاك الليل غسل الملابس كلها حقت الناس وقال هذه آخر مرة تغسلين لي ملابس، وسوى العشاء وجلس يسولف مع أمه. صح الصباح وراح وين؟ للشركة هذه. صلى الفجر وراح للشركة هذه عشان يقابل مدير الشركة ويقول له أبشرك أنا سويت الشرط اللي سويته اللي أنت طلبته مني. راح للشركة ودخل على مدير الشركة وقال له هاي ولدي إيش سويت؟ قال له أنا سويت اللي أنت طلبته مني وكان فعلا هذا أعظم درس أنت أعطيتني إياه. ترى يا أبنائي كل واحد منا عنده أم ترجيه، عنده أبو يتمنى أنه يكون أفضل واحد في العالم. أنت الآن ربنا هيأ لك كل السبل، أصبحت رجال مسؤول، عندك فرصة، فرصة في بلد أعطاه كل شيء. من فضل الله عز وجل علينا أن بلدنا ما بخل علينا بشيء، وطلب منا بس حاجة واحدة، أن نحن نرفع رأس أمنا وأبونا، أن احنا ندافع عن ديننا وعن وطننا. أعطانا العلم والسلاح اللي احنا نحتاجه. فدور كل واحد منكم اليوم يا شباب أنه فعلا يفكر في والدينه اللي يتمنون له كل التوفيق، ولا يضيع ولا دقيقة، لأنه والدينك ينتظرونك، وطنك ينتظرك، دينك ينتظرك، مستقبلك ينتظرك. أنت أصبحت مسؤول، ما نحتاج إحنا نقول لك سو كذا وسو كذا، أصبحت أنت في موقع المسؤولية. تركت الثانوية اللي فيها نظام معين والآن أصبحت رجل مسؤول في الجامعة، رجل مسؤول عن كل تصرفاتك، عن لبسك، عن حركتك، عن حضورك، عن غيابك، عن محاضراتك، عن واجباتك. ما في حد بيقول لك ليش انت امس ما جبت الواجب وليش انت امس ما جبت المحاضره، وان قالها فهو قالها من باب زايد، لكن لا، انت المسؤول، انت المسؤول الاول، لان هذا مستقبلك وانت حريص على انك انت تسعد اهلك وتسعد وطنك.
أتمنى أن الكلمات هذه كانت من القلب ودخلت في قلوبكم، وأنا متأكد أن كل واحد فيكم عنده حلم وطموح مخطط للمستقبل، والمستقبل هذا بإذن الله بتحققونه باجتهادكم وجدكم، وربنا يوفقكم. خلص؟ إذا في استفسارات ما في. نشكر سعادة العميد على هذه الكلمة الرائعة والمقدمة التي أثرت على جميع الموجودين، وإن كان بعض الطلاب الحقيقة رأينا على وجهه التأثر بالقصة، وإن شاء الله نكون قد استفدنا من مغزاها. والآن يتفضل الطلاب بإلقاء الاستفسارات أو المداخلات مع سعادة العميد وسعادة الوكلاء. لو ناخذ 5 أسئلة وبعدين نجاوب عليها، وخمسة أسئلة وزي كذا. ماشي. هنبدأ في البداية 5 أسئلة، ثم سعادة العميد يجيب عليهم، ثم نستأنف الأسئلة مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلمة بين الدبلوم والانتقال. عليكم السلام ورحمة الله. أبو يا دكتور. تفضل. بس وش الفرق بين البكالوريوس هنا والبكالوريوس جامعة سعود في الفرع الرئيسي بين المكافآت؟ خلاص أوكي. مين عنده سؤال يا شباب؟ عليكم السلام. طلاب الدبلوم يدرون الدبلوم للبكالوريوس؟ ايه حلو، كلها صب في نفس ال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل بإمكان برنامج انتقال يجمع معدل عالي ينتقل لدولة البدعية؟ حلو ممتاز. باقي سؤال. السؤال الأخير؟ ايه باقي السؤال. السؤال الأخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس حاب استفسر، هل من ضمن رؤية 2030 تقليص عدد الطلاب في الجامعة شيء هذا كبير؟ حركات هذا السؤال. توضيح السؤال؟ لا لا لا. أشكركم وانتظار من سعادة واضح الصوت. طيب السؤال، 4 أسئلة حقيقة كلها تصب في نفس السؤال، يعني أو نستطيع أن نجاوبها بكل بساطة. الدبلوم هو درجة علمية يحصل عليها الطالب عن طريق كلية المجتمع اللي هي موجودة في جامعة الملك سعود، وهذا الدبلوم هو 2 سنين وكمان 6 شهور بعده تدريب ويتوظف في العمل. هذا الدبلوم. الانتقالي هو فعلياً درجة البكالوريوس، يعني أنت الآن حتى في تسجيلك لما تقرأ فوق تلقى أنه هو درجة البكالوريوس للبرنامج الانتقالي. في البرنامج الانتقالي هو فعلا بكالوريوس، كل اللي أنت تحتاجه أنك أنت تجتهد في السنة هذه، وبعد كذا أنت تتخصص مثل زملائك الباقين اللي موجودين في الدرعية اللي يدرسون عندنا في الدرعية، أنت بتتخصص معاهم في نفس الكليات، بمعنى أنك أنت بتدرس سنة واحدة هنا وبعدين حتروح في الدرعية عندنا، احنا نسميها الدرعية اللي هو المبنى الرئيسي هناك، وتتخصص في الكليات اللي هي انت ممكن تقدم عليها من خلال فترة التقديم على انك انت تختار التخصص اللي انت تبغى تختاره. فانت اذا كنت انتقالي مسار علمي انت حتنافس مع الطلاب اللي هم في المسار العلمي الهندسي هناك، اذا كنت انت انتقالي مسار انساني نفس الطريقة انت تدخل في
المسار اللي هو مسار الكليات الإنسانية زي زملات الآخرين. في سؤال يقول لك هذا الفرق بين الدبلوم والانتقالي، هذا بكالوريوس وهذا دبلوم، وبعدين أنا هشرح لكم شوية إيش معنى دبلوم، يعني هنوضح لكم بعض النقاط. اللي هو قضية ثانية اللي يقول لك هل أنا أقدر من الدبلوم أحول على بكالوريوس؟ الجواب نعم، بس في شرط، إنك لازم تخلص الدبلوم وتتخرج من الدبلوم بامتياز. إذا تخرجت من الدبلوم بممتاز تستطيع إنك أنت تكمل الدرجة العلمية اللي أنت بتكملها لمدة سنتين ثانية وتتخرج معاك بكالوريوس. يعني خلينا نقول مثال، أنت كنت هنا في الدبلوم تخصصت في المحاسبة ودرست سنتين وبعد كذا وتخرجت من الدبلوم بممتاز، تستطيع إنك أنت تقدم على الجامعة مرة ثانية، الجامعة تقبلك وتعطيك فرصة إنك أنت تكمل في إدارة الأعمال برضو تخصص مالية، بحيث إنك أنت تتخرج معك بكالوريوس في المالية، بس بشرط إنك أنت تجيب ممتاز. هذا الشرط المطلوب. قد يستثنون إنه جيد جدا ممكن يقبلونه، لا أعلم، لكن ممتاز بإذن الله هذا يعني بإذن الله مضمون. نجي لموضوع الدبلوم والفرق بين الدبلوم. إذا تبغون وجهة نظري أنا من الآن الاستقراء للوضع الحالي اللي موجود عندنا إحنا، الدبلوم فرصته في الوظيفة أعلى من البكالوريوس بالذات في القطاع الخاص. السبب أنت دبلوم الآن خلينا نقول إن عمرك 18 سنة خلصت الدبلوم، صار عمرك 20 سنة أنت بالتخصص تبعك، إن كان أخذت على سبيل المثال مالية ولا أخذت تأمين ولا أخذت تسويق، هذه التخصصات اللي يحتاجها سوق العمل الآن. فلما تروح أنت تشتغل عمرك 20 سنة تقدم على الشركة، أنت أولاً بالنسبة للشركة أنت مكسب، لأنهم ينظرون لك أنك أنت عمرك صغير قابل للتعلم قابل للتطوير، بمعنى أنهم لما تجيهم أنت بيعطونك راتب مجزي وفي نفس الوقت بيدربونك بيطورونك تستمر معاهم في الشركة. استمرارك في الشركة عكس الشخص اللي يجي بالبكالوريوس، وما أقول أن البكالوريوس سيء، لكن أنا أقول لك الفرق نظرة القطاع الخاص بالذات، لأنه الآن في توجه زي ما ذكر زميلكم رؤية 2030 أنه القطاع الخاص يكون مشارك في التنمية عندنا. فهو لو جينا إحنا للطالب اللي هو تخرج من الدبلوم خلص السنتين وراح يشتغل في شركة، لو اشتغل سنتين في شركة هو بالنسبة للشركة هذه هو معلوماته وخبرته في الشركة أحسن من طالب تو جاي من البكالوريوس مخلص 4 سنين ولا 5 سنين في البكالوريوس ما عنده خبرة. يقول لك لا، أنا أبغى هذا اللي معاه دبلوم أدربه أنا على آليات العمل اللي موجودة عندي وأستفيد أنا من إنه هو لساعه صغير وقابل للتدريب، أحسن من يوم يجيني واحد معاه بكالوريوس وجايني معاه 4 سنين وخلينا أقول لكم إياها كذا بين قوسين شايف نفسه أنا معاي بكالوريوس، يعني يتوقع أنه هو حيصير مدير على طول. فهذه أفضلية الدبلوم، هذا اللي يقولون الشركات، ويمكن حتى تكون لكم لقاء مع عميد كلية المجتمع وبيشرح لكم النقطة هذه اللي هي قضية أفضلية العمل بالنسبة للقطاع الخاص خريج الدبلوم من البكالوريوس. طبعاً ما حد يجي يقول لي والله أنت الحين تقول أنه أحسن البكالوريوس الدبلوم أحسن من البكالوريوس، أنا ما أقول أنه أحسن، أنا أقول فرصه في الحصول على الوظيفة أكثر. اللي أحسن وش هو؟ أنك أنت تكون إنسان متميز. متى ما تميزت أياً كان التخصص أياً كان الشيء اللي أنت تدرسه، متى ما تميزت فأنت الأنجح. نوضح كيف. محمد عشان كان هو متميز يومين وجالوا إيميل وقالوا له تعال عندك مقابلة شخصية، لو كان السيرة الذاتية تبعه ما فيها شيء وكان تقديره جيد ولا مقبول، تتوقعون الشركة بتتصل عليه تقول له تعال خلال يومين؟ قال إيه عندنا زيك كثير أمسك سرعة. فكل ما تميزت أنت في الدبلوم أو في البكالوريوس فأنت الشخص اللي أنت تفرض خلينا نسميها قوانينك على اللعبة إذا صحت العبارة. تجي تقول أنا بكمل دبلوم وبعدين ملحوقة أبغى أخذ خبرة وبعدين أكمل بكالوريوس، إذا كنت متميز المجال عندك مفتوح، الخط مفتوح، لأن تجي تقدم على الجامعة الإلكترونية على سبيل المثال وإنت موظف يقبلونك، أول ما تجيهم معاك تقديرك ممتاز يرحبوا بهلا وسهلا يلا نتحيي، أنت الطالب اللي نبيك.
تجي للجامعة تقول لهم أنا أبغى أكمل، أنا عندي قدرة أن أكمل بانتظام، يقول لك تعال أنت معدلك جيد، معدلك جيد ما تقبل عندنا، لكن معدلك ممتاز تعال الله حييك. فحين الفارق أنك أنت تتميز في التخصص اللي أنت تكون فيه أيا كان هذا التخصص، لأنه البلد عندنا لو أنت تنظر عندنا أطباء متميزين نعرفهم، دكتور ربيعة نعرفه لأنه هو متميز في فصل السيامي، وبكرة عندهم عملية لطفلين سعوديين، عرفنا منهم. كم دكاترة موجودين عندنا سعوديين؟ كثير، ما سمعنا إلا على متميز. تلقى مثلا في الاقتصاد تلقى 2 ولا 3 متميزين، تلقى في الهندسة تلقى 2، 3، 4، 5 متميزين، في أي تخصص تلقاه، حتى يا شباب وعلى قولهم في الكورة تلقى ناس متميزين ومعروفين، وفي ناس تكملة عدد. صح كويس ويلعب وممتاز ونحتاجه في الفريق، لكن مو زي فلان اللي يسجل أهداف، ولا فلان اللي هو ماسك المرمى أحسن حارس، ولا ليش؟ لأنه هو تميز. المتميز أخذ المنتخب، المتميز يدفعوا له فلوس زيادة حتى في الكورة. فهنا المسألة أنك أنت احرص من اليوم أنك أنت تكون إنسان متميز، وأنت واختيارك، أنت اللي تختار، لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطى قوة للإنسان مثل قوة الاختيار. أنت تختار أنك أنت تكون متميز في الدراسة، أنت تختار أنك تكون متميز بقصة، تحط لك قصة كذا غريبة الناس كلهم يعرفونك، إذا قالوا فلان قالوا هذاك اللي بلاش أقول. ممكن تتميز بأنك بمشية معينة، بلبس معين، بسيارة معينة، بشيء معين، تنظر أنه هذا هو اللي يميزك، هذا اختيارك أنت اللي اخترت. تبغى أنت تقول لا والله أنا بتميز بالدراسة، أنا بتميز بشيء معين، أنا بتميز، هذا اختيارك أنت اللي تختاره. الله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين، كمان إيش؟ إما شاكرا وإما كفورا، أنت اللي تختار. أنك أنت الله وضح لنا الحق والباطل، أنت اللي تختار تبغى تسوي كذا ولا تسوي كذا. طبعا هذا مو معارض للقدر، لأن الله سبحانه وتعالى كاتب للإنسان قدره قبل ما يولد، لكنها الاختيار هذا أنت الله عز وجل أعطاك إياه. قابيل وهابيل قتل أخوه باختياره، وبعد كذا ندم لما شاف الغراء. فهي المسألة في الأخير هي ترجع لاختياراتك أنت وما تحدده. نرجع لسؤال الرؤية، أنا متيقن يا شباب أنكم أنتم جزء من الرؤية هذه. ليش؟ لأنه أنت الآن خلينا نقول في دبلوم، بعد سنتين تتخرج، يعني عام كم؟ إحنا الآن 2016، بعد سنتين أنت حتكون 2018، تشتغل حيكون 2019، معناته إيش؟ أنت جزء من تحقيق رؤية المملكة، رؤية الوطن هذا القادمة. لو كملت بكالوريوس أنت حتتخرج 2020، معناتك أنك أنت في رؤية المملكة. فكر من اللحظة هذه أنك أنت يكون لك دور فاعل في هذا الرؤية، أنك أنت تكون جزء من هذا الرؤية. لما تجي أنت تقول هل هو تقليل الأعداد ولا زيادة الأعداد، الرؤية ما تقول زيادة الأعداد ولا تقليل الأعداد، الرؤية تقول إحنا نبغى نخرج طلاب متعلمين يستطيعون أنهم يقودون المجتمع. شبابنا أنتم الآن عماد المستقبل، كلكم جزء من الرؤية هذه، واللي يجون بعدكم السنة القادمة واللي بعدكم واللي بعدكم كلكم جزء من الرؤية، لأنكم أنتم الشباب. وطننا الآن 70% منهم هم من فئة الشباب، فلو ركزنا إحنا وكل واحد له دور، لا يقول أنا ما لي دور، كل واحد منا له دور، فلو ركز كل واحد يقول أنا دوري في تحقيق الرؤية هو هذا، فتلاقي نفسك أنك أنت مشيت على الخط وحصلت اللي أنت تبيه. اليوم دورك في الرؤية وش هو؟ أنك تجد وتجتهد وتبذل قصار جهدك في العلم والتعلم، لأنه بعد 5 سنين أنت حتكون جاهز أنك أنت تنفذ تسوي شيء، بعد 3 سنين أنت جاهز عشان تنفذ شيء. قديش أنت تنفذ، إيش جودة العمل اللي أنت تنفذه، هذا اختيارك أنت تحدده من اليوم. تبغى تكون 0 على الشمال 1 زائد، ما في مشكلة، نحتاج سواقين تكاسي، نحتاج أيدي عاملة، نحتاجهم، وطننا يحتاجهم، لكن أنت اللي تختار وين تكون، هل تكون هنا ولا تكون هنا. وأنا ما أقلل من أي مهنة، بالعكس الشخص اللي
يتعب ويكسب ماله من عرض جبينه، هذا هو الناجح، أفضل من اللي يقعد بالمسجد يصلي. تعرفون قصة عمر الخطاب لما جاء المسجد ولقى واحد قاعد يصلي في وقت ما هو صلاة، قال أنت شو تسوي هنا؟ قال أنا أصلي. ناظر فيه عمر الخطاب رضي الله عنه قال له يعني بس مو وقت صلاة، قال أنا بس أتعبد لله. قال له طيب من اللي يصرف عليك؟ من وين تأكل؟ قال له أخوي يشتغل ويكدعب. قال له أخوك أفضل منك، أخوك أفضل منك، لأن أخوك يتعب وقاعد يكسب عيشه. فالفاء يعني حتى في العبادة الشخص اللي يعمل هو أفضل من الشخص اللي لا يعمل. فأنت من اليوم اختيارك أنك أنت تحدد وين الطريق اللي أنت تبيه، تبغى تكون جزء فاعل ومهم في تحقيق الرؤية هذه، ولا بس أنا أتوقع أنه هذه ولا ما هي في قاموسكم. ما شاء الله تبارك الله عليك، الله يعطيكم العافية. اللي بعده ارفع صوتك نسمعك. تفضل تفضل. رحت الرجلين قلت لهم انه بغير البكالوريوس، قالوا بيننا وبينكم انتم الدبلوم تقريبا سنتين، احتمال انه يلتغي بعد السنتين، هل هذا صحيح ولا؟ اعيد السؤال ما فهمت ايش قصدك. انا تخصصي دبلوم. حلو. قلت ابي بكالوريوس. حلو. قالوا تكمل الدبلوم واحتمال انه بعد سنتين يلتغي، يكون بيننا وبينكم شهاده الدبلوم فقط. من اللي قال لك انه بيلتغي؟ من اللي قال انه بيلتغي؟ الوكيل اللي بالعمادة. يعني عمادة قوة التسجيل؟ نعم. قصدك انه هناك قال يلتغي، وش اللي يلتغي؟ الدبلوم. يلتغي الدبلوم؟ ايه. طيب انت الان في السنة الأولى في الدبلوم صح؟ اه هذه التحضيرية، بس هو يقول انه احتمال انه بعد سنتين يلتغي، يكون بيننا وبينكم شهادة الدبلوم فقط. أنا قلت احتمال انه أكمل بكالوريوس بعد الدبلوم، يقول هذا ما ندري على الحين، احتمال انه يلتغي بعد السنتين. يعني انه قصدك انه ما يصير في الشخص المتميز اللي يخلص الدبلوم بممتاز ما يقدر يكمل في الجامعه؟ اي نعم، الدبلوم انه بشكل عام يلتغي. يعني يصير ما عاد في دبلوم ولا ما عاد في تكمله؟ يقول انا ما اللي فهمت من كلامه انه ما عاد في دبلوم خلاص، يكون بيننا وبينهم شهاده الدبلوم فقط. طيب خلينا اول شيء ننظر لها من زاويه ثانيه. بعدين ما ادري وش اللي قال وش اللي عندهم موجود، انا على اساس ما اعطيك معلومه غلط. انا افكر زيك، اتخيل نفسي الان انا طالب في اول سنه في الدبلوم. حلو. الخيار اللي قدامي انا انه الان ادرس انا دبلوم، او اذا ابغى اروح جامعه ثانيه مثلا، اذا في جامعه ثانيه بروح، هذا شيء ثاني، هذا خيار. لكن اتكلم ان الان انا بدرس دبلوم، بدرس دبلوم هنا وبخلص في سنتين، بشد حيلي وبتخرج ممتاز. طيب تخرج ممتاز، جامعه الملك سعود عندها البرنامج اني اقدر اكمل على الراس والعين، اكمل بكالوريوس في جامعه الملك سعود. ما عندها في اماكن ثانيه تقدر انا اقدر اسوي تجسير فيها واكمل بكالوريوس، هذا خيار. الخيار الثاني اني اجي اقول انا تخرجت بالدبلوم وعندي الان الدبلوم وممتاز وبحصل لي وظيفه اول ما اخلص الدبلوم، باشتغل وادرس بعدها في اي جامعه ثانيه. ممكن اجمع فلوس من الوظيفه هذه واروح ادرس برا حتى واحصل البكالوريوس. واضح؟ بس خليني اقول لك اياها من جهه ثانيه. ليش الطلاب يقبلون في دبلوم وطلاب يقبلون في الانتقالي؟ في الغالب، ما اقول كل الحالات لكن اقول لك في الغالب. في الغالب انه اللي يصير انه المعدلات الثانوي والقدرات والتحصيلي هي اللي تحكم الامر هذا. الجامعه عندها اعداد معينه من المقاعد، فتعبي هذه المقاعد حسب النسب للطلاب. الافضل ياخذ المكان اللي هو يبيه، بعدين كذا بعدين كذا، الين يبقى المجموعه الثانيه اللي هي تقول والله انا ابقى ابغى ادرس في الجامعه حتى لو دبلوم، لانه اعرف ان الدبلوم بيحصل لي وظيفه. انا قبل الحج سوينا مقابله لناس وظيفه في الجامعه، انا من رئيس لجنه الوظائف الاداريه، جانا واحد خريج الدبلوم اللي الان. أول ما تخرج على طول توظف في شركة تويوتا مباشرة. أول راتب كان عنده 7000 ريال، جلس في تويوتا 4 سنين، بعدها جاله عرض وظيفي أحسن
حول ب 11,000 في بنك سامبا، وراح للعرض الوظيفي ويشتغل له 3 سنين. يوم جانا قلنا له انت مقدم على وظيفه بالمرتبه السادسه؟ قال ايه. قلنا له كم راتبك؟ قال انا في القطاع الخاص. شرح لنا موضوع القرائن السيره الذاتيه جدا متميزه. كم راتبك؟ قال انا 11 وشوي، وعندي تامين، وعندي بدل سكن، وعندي مدري وشو. انا من الناس اللي قلت له انت مهبول، انت تبغى تجي وظيفه حكوميه راتبها 6000 ريال تترك الوظيفه فيها الميزات هذه كلها؟ قال ها، ما كنت ادري. هو خريج دبلوم، الفرصه الوظيفيه للدبلوم موجوده، بس يبي لك انت تتميز اجتهادك انت. ان شاء الله اني اكون جواب سؤالك يا ولدي. الله يوفقك. اللي بعد، في ناس ورا هناك في الخلف. سؤالي هو بخصوص طلاب السنة التحضيرية. طلاب السنة التحضيرية في فرع صوت ما في صوت. تسمعوني زين؟ اي هو يقطع الصوت. طلاب السنة التحضيرية في فرع الدرعية إذا كان مسار إنساني بعد السنة التحضيرية يقدر يحول علمي أتوقع. هنا عندنا نفس الموضوع ولا لا بخصوص البكالوريوس الانتقالي؟ إذا جبت معدل كويس أقدر أعدل ولا لا؟ خذ سؤال ثاني. السؤال اللي قال زميلك؟ طيب زين، في حد عنده سؤال غيره يا شباب؟ نفس السؤال؟ ما شاء الله، الإقبال كبير على السؤال. طيب، ناخذ سؤال من زميلنا. أستاذ العميد، يقدر أي طالب إذا جاب في الفصل الأول معدل 4.5 أو 5 إنه يقدر يسوي انتقال إلى الدرعية؟ إذا كان معدل مرة عالي في الفصل الأول. هنا يا شباب في الآخر، في حد عنده سؤال الآن؟ طيب اللي عنده سؤال يجهزه بعد إجابة سعادة العميد، ولا آخر سؤال نأخذه؟ في هنا وكمان الابن هذا برضه كمان ما يسأل. السلام عليكم. كم نسبة المرتبة الوظيفية الحضرية المدعية؟ طيب. أحسنت. هنا آخر سؤال اسمح لنا. هذا زميلنا هذا. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور، جامعة الملك سعود اللي في الدرعية معروف انها من اقوى 500 جامعة في العالم، بس معدل التخصصات اللي طالبينها عالية جدا، يعني مثلا كقانون كهذا طالبين معدل 4.30 على ما اعتقد، فهي من اقوى الجامعات، كيف يعني تكون النسبة حقتها عالية جدا؟ يعطيك العافية. يعني تبيها اقل يعني؟ ما تصير قوي اذا هي قال لي ولدي نجاوب عليه. ابشر. باقي اخر سؤال. الظاهر اللي قاعدين قدام مستعدين في الاسئله يعني. لا ما في مشكله ما في مشكله. طيب يعطيهم العافيه. ابرك الساعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور بس هل يشمل البرنامج الكليه الامنيه؟ طيب. احسنت. طيب خلينا اجاوب على السؤال الاول اللي هو شخص هو طالب انتقالي يبغى يحول مثلا انتقالي انساني يبغى يحول على المسار العلمي. حقيقة الجواب لا اعرفه، لان هذا من اختصاص عمادة القبول والتسجيل. هو فقط في قضية لازم اوضحها، التحويل من المسار الانساني للمسار العلمي فيه اشتراطات معينة. العام الماضي ما حول إلا عدد على اليد الواحدة اللي حققوا معدل عالي، وكانت معدلاتهم أصلاً في القبول كانت عالية. يعني هي يوجد اشتراطات عشان تتحول من مسار لمسار، فأنا ما أتوقع أنه فيه يعني الأمر كذا مفتوح أنه أي طالب يقدم. حتى الطالب اللي هو في الدرعية ويبغى يحول من مسار إنسان لمسار علمي فيه بعض الشروط اللي هي لازم يمر فيها، توفر المقاعد، المعدل اللي هو حققه في التحضيرية، معدل التحصيل والقدرات اللي موجود عنده والثانوي، هذه كلها عوامل هم يحطونها مع بعض في عمادة قبول التسجيل، وهم اللي بعدين يقررون هل هذا الطالب يحول ولا لا. لكن هل إذا كان طالب انتقالي يستطيع أن يحول هناك؟ أنا لا أعلم الجواب،
باستطاعتكم انكم تتواصلون مع عمالة قبول التسجيل، ترسلوا لهم ايميل من ايميلكم الجامعي ولعلهم يجاوبونكم على السؤال هذا. في سؤال برضه، هل الانتقالي يعني اذا جاب معدل عالي هل الانتقالي يحول؟ يعني بمعنى انك انت انتقالي تحول انت للدرعيه هناك؟ برضه نفس الجواب اللي انا قلته، هذا يعتمد على عمالة قبول التسجيل، هم اللي يحددون مساله الانتقال من مكان الى مكان. المعدل العالي كذلك يدخل فيها، يعني انه اذا جاب الطالب معدل عالي في الفصل الاول يرجع لعمادة القبول والتسجيل. حسب معلوماتي انه هو ما يستطيع، يحتاج يكمل السنه، ومعدله العالي هذا حينفعه كثير بانه هو يتخصص في كليه يعني النوعيه اللي هو يبيها. يعني مثلا هو مساره انساني يبغى يتخصص قانون، جاب معدل 5/5 في الفصل الاول هنا في الانتقالي، هو صار فرصته وجاب في الفصل الثاني برضو نفس الطريقة فرصته أكثر من طالب في الدرعية جاب معدل أقل منه. واضح؟ يعني بمعنى أنت انتقالي مسار إنساني جبت معدل خلينا نقول 4.9 التوتل تبع في آخر السنة، 4.8 4.7، أنت فعليا تنافس الطالب اللي موجود في الدرعية. فلو طالب في الدرعية جاب أقل منك أنت بتدخل التخصص اللي أنت تبيه وهو ما يدخل التخصص، بمعنى انكم انتم سواسيه في التخصيص، التخصيص بالنسبه لكم هو واحد. النسبه المركبه ارجع اقول لك نفس الطريقه، لا اعلمها لان هذه من شؤون عماده قبول التسجيل، لكن خلينا نسالنا السؤال، هل حنستفيد لو عرفنا النسبه المركبه اللي توقف عليها؟ فعليا الوقت الحالي دام انك انت مقبول هنا لن تستفيد لو عرفت ان النسبة المركبة مثلا خلينا نقول انت نسبتك 79 نفرض فرضية وهناك توقفت على 80، ما حتستفيد لانك انت الماضي مضى، لا تستطيع انك انت ترجع الماضي. الماضي نتعلم منه، درس نتعلم منه. طيب انا فرق معايا شيء بسيط عشان انا ادخل هناك في الدرعية، لا تخلي نفس الموقف يتكرر معاك انه فرق معايا شيء بسيط عشان ادخل التخصص اللي انا بيه، جاني التخصص اللي بعده. ليش؟ لانك انت الان في مرحله نضوج، اصبحت تفكر بطريقه اوسع وافهم من انك انت تجي تقول والله يا ليتني شديت حيلي وحصلت. ممكن انت تقول يا اخي والله انا مشكلتي اني كنت اهملت في اختبار القدرات التحصيلي، دخلت كذا على عماها وما ذكرت وما ركزت. هذا فات، لا عاد تفكر فيه، فكر في المستقبل. المعدلات العالية للتخصيص، ترى معدلات التخصيص يا شباب عشان أوضحها لكم على قولهم بالحرف الواحد، معدلات التخصيص اللي يحددها الدفعة نفسها. من يحدد معدل التخصيص؟ الدفعة نفسها، ليست الجامعة اللي تحدد معدل التخصيص. عشان أوضحها أكثر، إحنا في الأخير نجي عندنا تخصصات معينة، الطالب يختار التخصص اللي هو يبيه. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال هو في المسار الإنساني قال أنا أبغى الرغبة الأولى عندي قانون، الرغبة اللي بعدها تربية رياضية، الرغبة اللي بعدها كلية التربية، الرغبة اللي بعدها كلية الآداب لغات، مثلا تخصص معين جغرافيا، الرغبة اللي بعدها كذا، يحط كل الرغبات بكل التخصصات. بعدين ايش نسوي احنا؟ نجي ناخذ معدلات الطلاب كلهم ورغباتهم فنسوي لها ماتش، اعلى طالب يختار اي رغبه من الرغبات هذه ياخذها. الطالب اللي في الاقل تكون الرغبات اللي على معدلاتها عاليه راحت عليه، فيصير اذا كان معدله 3 اكيد ما حيدخل القانون، لان القانون عنده عدد محدد من المقاعد اخذوها الطلاب اللي معدلاتهم عالية. بمعنى أن لو قلنا إحنا عندنا 300 مقعد في القانون، في الدرعية اللي جابوا مثلا على سبيل المثال 4.5 وما فوق 200 واحد، وفي الانتقال جابوا 100 واحد 4.5 وما فوق، معناته يتوقف المعدل عند في القبول في القانون على 4.5. جابوا 4، إحنا لنا 300 هذه ومعدلات الطلاب تبع الدفعة كلها. يا شباب ترى أنت تتنافس، ولا أقول أنت تتنافس مع الدفعة، أنت تتنافس مع نفسك. كيف تتنافس مع نفسك؟ المعدل هو من كم؟ من 5. أنت اللي تحدد وين تبي، هل تبي 5 ولا تبي 4.9 ولا تبي 3؟ أنت اللي تحدد.
فإذا أنت حددت نفسك واخترت الطريق اللي أنت تبيه، التخصص هو بيجيك. وفعليا ترى جامعة الملك سعود بحكم أنها جامعة عريقة أفضل من 60% من جامعات أمريكا، لازم تطلب معدلات عالية. واللي نتوقعه من طلابنا ما يجي يقول والله لا صعب الاختبار، اختبار صعب يا جماعة. لا، طالب جامعة الملك سعود يجي يقول أعطوني زيادة، أنا أبغى أتعلم، أبغى أفرق عن طالب في جامعة إكس ولا جامعة خرخير على قولهم. فرق، جامعة الملك سعود لها ستاندر معين، لها وضع معين، الوضع المعين هذا تقول أنا قده وقدود، وتتذاكر وتجتهد وتبذل مجهود. إحنا دورنا أن نهيئ لك كل السبل اللي تخليك تتعلم. إذا في شيء إحنا نقدر نزيد عليه لا يردك إلا إيميلك، أرسل لنا إيميل وقول يا جماعة فضلاً لأمراً أنا أحتاج 1 2 3 4، أبغى دروس تقوية، أبغى زيادة كذا، أبغى موقع إلكتروني، أبغى كذا، إحنا نقول لك على رأسنا من فوق، إحنا ما وجدنا للخدمتك، أنت عليك الاجتهاد وعلينا توفير المعلومة وتوفير عضو هذا التدريس. بس ما تجي تتوقع، ما نتوقع من الطلاب أنه يجي يقول الاختبار صعب. جامعة الملك سعود لها مستندر معين، تبي جامعة الملك سعود ذاكر، تبغى تتخرج بشهادة من جامعة الملك سعود ابذل مجهود، تبغى تتخرج من أي جامعة ثانية كيفك، يعني أنت اللي تتصرف وأنت اللي تختار الشيء هذا. لكن إحنا لنا معايير، العام الماضي واللي قبله في طلاب حصلوا معدلات عالية والحمد لله ما شاء الله أمورهم ماشية، في طلاب حصلوا معدلات واطية وبرضو أمورهم ماشية، بس كيف ماشية الله أعلم. وضحت؟ الله يوفقكم. في أسئلة ثانية ولا؟ هل هناك من أسئلة أخرى؟ استثمروا وجود العميد مساعدة المسؤولين يا جماعة. استثمروا صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي النسبة المطلوبة أستاذ مساعدة الخارج النهائية؟ فتح فرصة التوظيف للطالب ومعيد مجانا. حلو. غيره. مين ثاني يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ عليكم السلام. أتوقع في الجامعة إذا جبت معدل عادي فيما يسمى بمكافأة التميز، إن الآن ما تصرف لنا مكافأة، بس إذا جبنا معدل عالي هل في محفزات أو شيء أو فقط نظرة؟ أتوقع هذا سؤال أساسي للطلاب كلها، يعني السلام عليكم شباب، حياكم الله، كنا صراحة سعيدين بوجودنا بينكم وسعيدين باستقبال استفساراتكم. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو التميز، طبعا المكافأة التميز تصرفها الجامعة للمتميزين في الكليات ما عدا السنة التحضيرية، طبعا السنة التحضيرية هي السنة الأولى العامة، فالجامعة ما تصرفها، بعد ما يدخل في التخصص أو الكلية اللي يقرها إن شاء الله وبعدين يتفوق فيها ويجي معدلات عالية، في شروط معينة لها إذا انضبطت تصرف له المكافأة التميز. بالنسبة لشروط معين، طبعاً أي واحد متاح له يقدم على معين، طبعاً الأقسام والجامعة بشكل عام تعلن سنوياً عن توفر الوظائف المتاحة لديها، إما معين أو محاضر أو حتى أستاذ مساعد. فبعد ما ينتهي من إذا يتخرج الآن يشوف وش الفرص المتاحة لنا في الإعلانات اللي نازلة، إذا كانت كليته لا زالت في حاجة إلى معين معناها يقدم على الإعادة فيها. نفس الطريقة لشروط معينة، من أهمها طبعاً اللي يركز عليها العميد هو التفوق الدراسي، يعني يكون معدله ممتاز. طبعاً شرط معين في الجامعة بشكل عام لا يقل التقدير عن جيد جداً، لأن في بعض التخصصات قد يكون فيها الحصول على ممتاز حتى صعب، لكن يكون جيد جداً في بعض التخصصات لأن في الغالب ممتاز يكون تخرج. أنا بستغل الفرصة دكتور، عندي بعض التنبيهات لعلها تفيدكم وخصوصاً المقبلين عليها، يعني رجاء ركزوا معي شوي. اليوم موضوع جدول الاختبارات،
أول اختبار بيكون إن شاء الله للدبلوم راح يكون 24 محرم. كم اليوم؟ اليوم 11 محرم. فالمدة الباقية طبعاً حيكون رياضيات إن شاء الله. المدة الباقية الآن ما هي كثيرة جداً ولا هي يعني قليلة. فبالتالي يعني من الآن يفترض ومع الكلمات اللي ذكرها الدكتور النصائح يفترض أن الواحد زي ما يقولون يشمل عن ساعديه إذا أراد التفوق، إذا أراد الانتقال للكلية اللي يرغب فيها يبدأ فعلاً إذا كان ما بعد بدأ. المجتهد أتوقع أنه بدأ بس إحنا نبغى كل الجميع يكونوا مجتهدين ومتميزين. بالنسبة للبكالوريوس الانتقالي سيكون أول اختبار يوم 30 محرم. حيبدأ الاختبار تقل للي عندهم تقل أو يوم اللي بعده للي عندهم منهج وخطة ثانية. فالاختبارات إن شاء الله تبدأ في 24 محرم للدبلوم و30 محرم للانتقالي. التنبيه الثاني احنا يعني جرت العاده مصدر دليل للاختبارات. طبعا احنا الحين نضع عليه اللمسات الاخيره للاختبارات هذا مهم جدا انك تطلع عليه. ليش؟ لانه تعرف طريقه الاسئله، نوعيه الاسئله، امثله من اختبارات سابقه على بعض الاسئله اللي صارت فيعطيك يعني ملامح الاختبار بشكل عام. فتدخل في الاختبار وتعرف ايش التصور العام للاختبار، طبعا بالاضافه للتعليمات اللي بيقولون انها لكم الاساتذه ذات القاعه، لكن هذا جانب الاختبارات تقدر تطلع عليه تشوف بعض النماذج من الاسئله اللي يعني كانت سابقا. طبعا كيف احصل على دليل الاختبارات؟ عندنا طريقتين، هو موجود على موقع السنه التحضيريه. الشيء الثاني احنا نرسله لكل الطلاب بالايميل. فيجب ان تكون مطلع باستمرار على ايميل الجامعي. الإيميل الجامعي مهم جداً لك. حنا في العمالة نستقبل مثلاً لو في عندك استفسار نستقبل عبر الإيميل الجامعي. ولذلك أنا في المقابل يمكن بعض الشباب الآن يعني يجي في بالهم أسئلة ما تجي إلا بعد ما يطلعون الناس الآن من القاعة. استطعت أنك تسأل نفس السؤال بالإيميل ويوصل يكون في مكانك. يعني ما داعي تجي وتنتقل من البرعية عشان تقابل عميل وتعطيه السؤال. ادخل على ايميلك الجامعي، لو بعد ساعة من الآن اطرح السؤال. احنا يعني ماخذين عهد في السنة التحضيرية ان الإجابة تجي خلال 72 ساعة. بمعنى أنت مرتاح اليوم تسأل السؤال حيرد عليك العميل ولا الوكيل ولا الوكيل الثاني ولا رئيس قسم ممكن اليوم ممكن بكرة ممكن بعده بالكثير. فبالتالي كثير من الأسئلة اللي في أذهانكم ممكن تجي اليوم ولا بكرة ولا بعده. خلينا نتعلم ونستفيد من التقنيه اللي موجوده بين ايدينا الان، الجوال الان مربوط فيه الايميل، صح ولا لا؟ مجرد نربط ايميلك بالجامعي، جاء في بالك سؤال، افتح الايميل اللي مربوط عندك في جوالك وارسل السؤال وتلقى الاجابه وكذا تكون انت عندك افضل من كلمه يقولون قال لي زميلي في العام الماضي سمعت انك كذا، يعني كلها اشاعات في اشاعات، خذ الاجابه من فم المسؤول مباشره عبر الايميل، هذه افضل طريقه لك. فلما فعل الايميل الجامعي ولا ربطه الان بالجوال ممكن يسال زملائه اللي سووا ربط مع جوالهم، ممكن يسال الزملاء في البرنامج عندنا في التقنيه، عندنا كثير من الزملاء ممكن يساعدوكم في هالموضوع. فاعيد دليل الاختبارات حيكون موجود بطريقتين، اما على الموقع موقع السنه التحضيريه او عبر الايميل بيرسل لك تفتح ايميل. كذلك جدول الاختبارات بطريقتين، اما على الموقع احنا بنرسل ايضا خلال 3 ايام الجايه عبر الايميلات. النقطه اللي بعدها بما ان في الاختبارات يعني بعطيكم معلومه يمكن عرفتوها يمكن ما عرفتوها لكن جيد الاشاره لها. احنا عندنا مثلا على الموقع السنه التحضيريه اشياء كثيره متميزه، وخلني اضرب مثال بمثلا قسم العلوم الاساسيه اللي بيقدم مقرر الرياضيات. الرياضيات عندنا على الموقع دروس فيديو نموذجية، بمعنى كل محاضرات اللي تلقيتها في المحاضرة موجود منها نسخة يعني محاضرة خلينا نسميها نموذجية موجودة على الموقع. طيب ايش تستفيد منها؟ انت اليوم تلاقي مثلا في البيت في الليل نهاية الاسبوع المحاضرة كانت الاسبوع الماضي نسيت بعض التفاصيل، ارجع الفيديو واشغل الفيديو وكأني اسمع المحاضرة من جديد، فيها حل امثلة، فيها تمارين، فيها كل التفاصيل. وهذا طبعا الموقع وفرت العماله وقدمت خدمه لكم علشان تستفيدوا منها.
زي ما قلنا الان اختبار الدبلوم يوم 24، معناها كل المحاضرات اللي راحت موجوده الان على الموقع، موقع السنه التحضيريه. لو دخلت الاقسام قسم العلوم الاساسيه تدخل المقرر اللي فيه 130 ريال ولا 140 ريال، بعدين تلقى الفيديو موجود، كل المحاضرات موجوده. مثلها ايضا موقع نفس على الموقع السنه التحضيريه قسم اللغه الانجليزيه، فيه تمارين وامثله وحلول ويعني مصادر ضخمه جدا جدا لك انك تتعلم منها. فقط زي ما قال العميد قبل شوي، يجب انك انت تبذل المجهود، يجب انك تبذل المجهود. في الطالب اللي يطلع وينسى كلش بمجرد خروجه من قاعه الدراسه، هذا ما راح يكون له موقع في الصفوف الاماميه في الكليه ولا في التخرج بعدين. اذا ما طالب يوميا يقضي ساعتين على الاقل يوميا في مراجعه المقررات حقتها وحل تمارين ونماذج واسئله و الى اخره، ولن يكون له موقع في الكليه اللي يرغبها، ولن يكون له موقع في العمل في المستقبل اللي يرغبها. قد زي ما قال يعني سمعت قبل شوي ممكن تروح في اي عمل في اي كليه، هذا عشان يراجع لك، لكن من يرغب ان يكون في الصفوف الاماميه يجب ان يبذل جهد ووقت. وشكرا لك. شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا دكتور محمد رمزي وكيل اعمال الخدمات الطلابيه. يعني المتحدث بلسانكم لمسؤولين العلامات. الزملاء ما شاء الله ما قصروا، ذكروا كثير من البعض اللي تهمكم. في نقطة مهمة يمكن أشرنا لها بالبرنامج التاريخي، وهو دليل الطالب. دليل الطالب موجود على موقع العمادة. موقع العمادة على غير الفكرة غني بكثير من الأمور اللي أنتم تحتاجونها، وهذا يسهل عليكم حتى التحصل على المعلومة بسرعة أكثر. فادخل على موقع العمادة ستجد دليل الطالب، اقرأ هذا الدليل بعناية فائقة. في نقاط مهمة كانت بخصوص ما موضوع الغياب، هذه نقطة مهمة جدا يا شباب، انك تحرص على موضوع الحضور. انت لك نسبة معينة اذا كنت فيها تحرم من المادة وهي 25%. 25% لا يعني انها حق مستحق لك انك تغيب فيها، لا. ال 25% دي لظروف قاهرة غصب عنك اضطريتها، فلا تفكر ان ال 25% دي يجي تقول والله انا لي 25% غيبة، لا. 25% لظروف القاهرة. اذا وصل 25% وبدأت تحدد النسبة، صار يقول انا عندي عذر وعندي، لا. 25% دي هي ليست حق مكتسب لك الطالب، هي وضعت بغيبك او ظروف قاهره خارجه عن الاراده انك تغيب فيها. النقطه الثانيه اللي حاب اشير لها، موضوع البريد الجامعي موجود يمكن في دليل الطالب خطوات تحديد البريد اللي ما عنده معلومه. ايضا في موقع البرنامج التاريخي قبل ما كنت ادخل على اختبار تحديد المستوى كانت الخطوات موجوده، لكن ممكن تجد البريد الجامعي لدليل الطالب تجد الخطوات الخاصه بتحديد البريد. ايضا دليل الطالب فيه كثير من المعلومات فيما يخص حساب المعدل عن الكليات، مهم هذا الدليل جدا يا شباب تطلعون عليه، مهم جدا. النقطه الاخيره اللي حابه انبه عليها موضوع الالتزام. الالتزام بالزي، الالتزام بالسلوك، قصات الشعر. انا ما شاء الله شايف نسبه كبيره يعني ملتزمين بالزي، ولكن قصات الشعر مهم جدا يا شباب انك تهتم انه الموضوع يعني انت في مكان او في حاضنه تعليميه، مهم انك يعني تقدر المكان اللي انت فيه. فانت تعكس نفسك، تعكس سلوكك، تعكس تركيزك. ولا انه يجي شخص مثلا يقول لك هذا شعرك ما هو مقبول ولا هالمكان هذا مقبول. ابسط شيء، انت لما تمس شعر او تربي شعر اسال نفسك السؤال، هل انا اقدر اجلس في مكان يعني عند والدي عند في مناسبه عند ربي عند جماعتي بهالشكل؟ اذا كان الجواب نعم انت تقدر تحضر العماده بهالشكل، اذا كان لا اتمنى انك تراجع نفسك. فما يصير يعني انك تجي بشكل غير مقبول، يعني انت يعني تكلم عن نفسك. يعني لما انا ارى شخص امامي ما شاء الله ملتزم منظم، اقول هذا الشخص هو مهتم بنفسه. فالمهم هالنقطه، انت طبعا الزملاء في الارشاد الطلابي هم يتابعون هالامور، انت تكتب تعهد يعني اذا تم ضبطك ثلاث مرات بعد كذا تحويله بلجنه النظام، لجنه النظام حتستدعيه ويتم اتخاذ اجراء بحقك. فالمهم الالتزام بهذا الشيء، ايضا احترام الاخرين،
احترام زملائك الطلاب، احترام اعضاء التدريب، احترام المكان وتعتني لهذا المكان، وجد لك وغيرك، ما وجد لك انت مثلا والله اكتب عن اداره اكثر بذات، هذا المكان لم يخدمك ويخدم غيرك، فمهم انك تحافظ عليه، اعتبره بيتك الثاني، هل ترضى انك تكتب عن جيران بيتكم؟ هل ترضى انك تكتب؟ لا، فالمهم انك تهتم بهذه النقاط. ايضا الزملاء في شؤون الطلاب موجودين لخدمتكم الاستفسارات فيما يخص الحضور، تقديم الاداء لاي يعني شيء يخصك كطالب. الزملاء ايضا بالانشطه هنا، اتمنى ان شاء الله نشوف تفاعل كبير السنه هذه، حابين المدرسه ان شاء الله يعني نشارك في كثير من الفعاليات، وانا متاكد انكم طاقات تحتوون طاقات كثيره، فلا تتردد اذا عندك والله هوايه، عندك مثلا موهبه، ابدا تواصل مع الزملاء مباشره، الاستاذ موجود والمشرف على المشرف الطلابي كان التواصل معه مباشره، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. نقطه اخيره بس معلش، الموضوع وسائل التواصل فيما يخص التواصل مع العميل مع الوكلاء مع مسؤولين العماله، وايضا موجود في دليل الطالب، موجود في اخر دليل الطالب تجد وسائل التواصل، طبعا لن يتم الرد عليك ما لم ترسل رساله من بريدك الجامعي. يعني ترسل لي رساله من بريد مجهول انا ما اعرف مع مين اتكلم، مع مين اخاطب، فما حرد عليك اصلا، لا انا ولا اي مسؤول من مسؤولين العماله، لكن لما ترسل لي تقول لي والله اعرف ان هذا بريدك الجامعي واعرف انك الطالب فلان، حتى ممكن يساعدني انا في حل مشكلتك، اذا مثلا انت وجهت سؤال وانا ربما يعني ما فهمت صيغه السؤال، اكون على تصور بوضعك الاكاديمي ايش الموضوع بالنسبه لكم، هذا يساعد علي حتى اني ارد عليك بشكل اسرع، واتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم. نشكر سعادة العميد وسعادة الوكلاء على هذه المشاركات الطيبة، وها نحن وإياكم نختم لقاءنا المثمر بين أزهار بستاننا الفواحة بالحب والتقدير، طلاب البرنامج الانتقالي والدبلوم، وسمعنا سويا ما يطرب الآذان، ورأينا ما يعجب العيون، وشعرنا بما يسعد الفؤاد، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء بعد شكر السادة الحضور والسادة المسؤولين على هذه المشاركة وهذا اللقاء المثمر، إلا أن ندعو الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا التوفيق والسداد. كان معكم محمد العسوي منسق الأنشطة الطلابية لطلاب البرنامج الانتقالي والدبلوم، وشكرا للجميع.